بسم الله بسم الله الحمد لله. ربنا اجعلنا ننشر الإسلام الحقيقي، لا الإسلام الذي يخلط شيء من الكفر. واحنا ما عندناش إسلام فرولاتي، nous avons l'islam le vrai, le véridique, l'authentique. يقول مولانا يعلمنا سبحانه وتعالى بعض من قوانينه الحكيمة، ولقد فتنا أو يخبرنا بالذين مضوا قبلنا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله، أي إثر ذلك الاختبار الامتحان، فلا يعلم أن الله الذين صدقوا. ما صبرت سلم يا رب العالمين، اختارك المحنة لك إلى حين، وبعد يحصل لك من نهاية المطاف. فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكذبين، لا يعني أن الله لا يعلم قبل ذلك، لكن هنا بشي بسطنا للفهم، يسرنا الفهم. فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكذبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربوان أمين أمين يا ربنا يا كريم.